تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الجديد. مشاهدينا الكرام مكملين مع حضراتكم في الحلم المصري في قناة السويس الجديدة. الحقيقة زي كل الخبراء ما قالوا إن قناة السويس الجديدة ليست مجرد ممر مائي دولي فقط، ولكنها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري والعالمي. طيب الكلام ده مش جديد، وبرضو قالوا ان 90% من حجم التجارة العالمية ينقل بحرا، وقناة السويس الجديدة تسهم في زيادة حجم التجارة العالمية من الناحية البحرية، بل بالعكس قالوا كمان انها تضاعف حجم التجارة البحرية على مستوى العالم. كمان ان احنا كمصريين حجم التجارة الخارجية بتاعتنا بتعتمد بشكل اساسي جدا على الموانئ البحرية بشكل كبير جدا. طب كل الكلام اللي قلناه ده مش جديد، يعني البعض يشوفه مش جديد. طيب الصحف العالمية او الرؤية العالمية بتشوف هذا المشروع ازاي؟ هبتدي مع حضراتكم بثلاث مجلات رئيسية على مستوى العالم بتقول كلام الحقيقة ربما يكون مختلف. الجاردن البريطانية، الحقيقة هي الجاردن مش صديقة للمصريين، وكمان لا تتسم بالحياتية بشكل كبير جدا في تعليقاتها على الأحداث في مصر. طيب قالت ايه؟ قالت ان نجاح مصر في انجاز هذا المشروع يعد تحدي قومي لكل المصريين، واشارت ان مصر استطاعت المقررة سنة من 3 سنين كان مخطط ليه بكل المقاييس العالمية بكل المقاييس الهندسية اللي ممكن يتنفذ بها مشروع هكذا، تم اختصار هذه المدة إلى سنة واحدة فقط. لما تقول الكلام ده الجاردن يبقى فيه شكل مختلف، يبقى فيه تحدي مختلف، يبقى هم مش قادرين يوقفوا قدام هذا النجاح أو ما يقدروش يوصفوه إلا بهذه الصورة. طيب عندنا كمان مجلة التايم قالت أن مصر أنجزت هذا المشروع الضخم في عام واحد، وقالت أن توسيع القناة يسمح بمرور السفن في نصف المدة تقريبا القناة الجديدة هتسمح بمرور السفن في 11 ساعة بعد ما كانت بتقطع هذه المدة في فترة تقريبا البعض قال 24 ساعة والبعض قال 27 ساعة، وقالت أنه بيوفر فرصة للتقدم والازدهار في مصر، والأهم قالت أنه بيعكس أن مصر مستقرة سياسيا، وهذا التحدي مطلوب في هذا التوقيت لأن بالتأكيد هيكون له انعكاسات اقتصادية قادمة بإذن الله على تدفق الاستثمارات مش بس في منطقة قناة السويس ولكن في كل ربوع مصر. الاندبندنت البريطانية قالت أن قناة السويس الجديدة بتعتبر رمز للمصريين، وقالت أنها تعتبر تحدي لما يمكن أن يفعله المصريين. طيب أما الأراء دي تيجي من المجلات العالمية، هي بالتأكيد رؤية خبراء على مستوى العالم بتعكس حجم التحدي الكبير، حجم الإنجاز الذي تم في هذا المشروع. طيب دي كانت تفاصيل مطروحة في البداية، ولكن احنا عندنا الحقيقة كتير جدا من التفاصيل المتعلقة. احنا طول الوقت عمالين نتكلم ان هذا المشروع هو انجاز حقيقي بكل المقاييس العالميه. هنتعرف مع حضراتكم في هذا الحوار على الملابسات الهندسيه لهذا المشروع، على الافاق المتوقعه من هذا المشروع على الناحيه الاقتصاديه والاستثماريه، وايضا الرؤيه السياسيه من خلال ضيفنا في الاستوديو السيد المهندس عبد الكريم ادم عضو المجلس الاعلى لنقابه المهندسين. باشمهندس اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ الحفندم. عندنا كتير جدا من التفاصيل المتعلقه، ولكن احنا ممكن نبتدي نتكلم عن الأهمية التاريخية لقناة السويس بشكل عام، قناة السويس القديمة ولأضافته القناة الجديدة، ثم نستكمل بقية النقاط. أنا عندي تفاصيل الحقيقة كتير جدا. أولا أنا بشكر حضرتك على استضافتي في هذا البرنامج. أحب الأول أقدم تهنئة للشعب المصري العظيم اللي آمن بالقرار اللي أخذه السيد الرئيس، وفي ظرف أسبوع في واقعة لم تحدث من قبل، ان الشعب المصري العظيم ساهم بامواله وايمانا بانه بالمشروع وبثقه في السيد الرئيس تقدموا بجمع هذا المبلغ في اسبوع. ثانيا انا بوجه تحيه تقدير واعزاز توجه اولا للسيد الرئيس على اتخاذه هذا القرار، على اختياره للطقم او الكرو او الفريق العمل اللي قام بتنفيذ هذا المشروع. بقدم تحية تقدير وإعزاز لفريق مهاب مميش، بقدم تحية إعزاز وتقدير للواء كامل اللواء مهندس كامل الوزيري، بقدم تحية تقدير وإعزاز ل 22 ألف مهندس وفني وعامل مصري قاموا بإنجاز هذا المشروع وواصلوا العمل ليلة بالنهار وتحدوا الصعوبات، اشتغلوا في ظل ظروف ما فيش أجازات رمضان العيد غيره في تحت كل الظروف، وقاموا بإنجاز هذا العمل العظيم اللي هنوضح ليه هو ليه إنجاز، ليه مش مجرد أنه هو عمل فقط.
مشروع قناة السويس ده مشروع قديم جدا وكان موجود في التاريخ المصري يمكن من سنة 1850 ميلاديا قبل الميلاد. كان سميت ساعتها الملك سنوسرت الثالث قام بتنفيذ قناة تربط بين أحد أفرع النيل اللي على البحر المتوسط، وخد وصلة من النيل وصلها بالبحر الأحمر بمنطقة البحيرات المرة، ثم أنشأ قناة تانية من جنوب البحيرات المرة للبحر الأحمر. وكانت هذه القناة تستخدم، ده كانت أول فكرة اتعملت. هذه القناة رودمت أكتر من مرة ومرت عليها أحداث كتير أكتر من مرة إلى حين أنها تم إنشائها كما يعلم العامة يعني. انشأت بقى القناة الجديدة أو كان مشروعها، كانت الحملة الفرنسية لما قدمت إلى مصر كان فيه مهندس مع نابليون بونابرت، لأنه كان مهتم جدا ينشئ التجارة من الغرب للشرق. مهندس اسمه لوبير درس الموضوع، ولكن لقى طبق لدراساته ان في فرق منسوب 8 متر بين البحر الاحمر والابيض، وان انشاء هذه القناة سيتسبب في غرق مصر. وانتهت الحملة على هذا. 1801 جه مجموعة من المهندسين الفرنسيين ايام الحملة، ايام بعد الحملة الفرنسية ما خلصت، درسوا مشروع القناة مرة تانية ووجدوا ان لوبير كان خاطئ في دراساته، ثم نصحوا محمد علي ان هو يقوم بعمل هذه القناة بعد ما تولى حكم مصر في 1805. تمام. محمد علي كان عنده رؤية وطنية الحقيقة، لما شاف القناة قال اشترط ان هذه القناة عشان تنشأ لازم شرطين. الشرط الاولاني ان هذه القناة تضمن استقلال مصر وعدم خضوعها لاي من القوى العظمى. ايام كان في القوى العظمى معروف طبعا البريطانيين والفرنسيين، فده كان شرطه الاولاني. شرطه الثاني كان ان هذه القناة لا تمول الا من الخزانة المصرية، وده مفهوم وطني قوي جدا لشخص حكم مصر. لو جينا نرجع لأيامنا هذه، لما جينا أنشأنا قناة سيادة الرئيس خد قرار بعد مشاورة مستشارينه أن هذه القناة تمول بأموال المصريين. صحيح. وهذا حدث وهذا إنجاز. كل الدنيا بتقول أن جمع 63 مليار أو 61 مليار في ظرف أسبوع ده إنجاز. الشعب آمن بالمشروع وثقة في السيد الرئيس وتلمت الفلوس. طيب أنا عايز أتكلم عن القناة الجديدة يعني عشان أستفيد بالوقت. حضرتك بتقول لسه القناة الجديدة إنجاز. طبعا. ليه؟ من الناحية الهندسية، من الناحية الهندسية الاقتصادية. أقول لحضرتك، بتشوف. أقول لحضرتك القناة الجديدة، أنا كمهندس مدني أقول لحضرتك أن القناة الجديدة المشروع كان حفر، كمية حفر رهيبة جدا، 258 مليون متر حفر ناشف. يعني على الناشف، يعني حفر مش تحت المية يعني، و 242 مليون متر تكريك. تكريك اللي هو الحفر المبلل او الحفر اللي بيبقى تحت سطح المية. هذا العمل عشان يتم في سنة واحدة ده انجاز بحد ذاته. وطبعا حضرتك تعلم هذا وكل السادة المشاهدين يعلموا هذا، ان حفر القناة كان مقرر ليه 3 سنين، وتم تحديده من الرئيس للسيد مهاب مميش ان هي سنة واحدة. الحقيقة انا كنت من ضمن الناس اللي متخوف ان هذا يتم انجازه بصفة مهندس وعارف. ليه؟ لان كمية الحفر كبيرة جدا، بتتكلم عن تقريبا 1.5 مليون متر مكعب حفر يومي. بتتكلم عن ان انت عاوز تشتغل في ظل ظروف ان القناة القديمة شغالة، والقناة القديمة فيها جزء حضرتك كنت بتعمقه في البحيرات المرة، يعني في جزء من العمل تم تنفيذه داخل مجرى القناة الملاحي اللي شغال. فانت عايز تشتغل وعايز القناة تبقى شغالة، التكريك ما بيتمش الا بعد الحفر ما بينجز، في تزامن في العمل، يعني لازم يبقى في ترتيبات، في اعمال لا تتم الا بعد اعمال اخرى. كون ان المشروع يتم انجازه بهذا التزامن وهذه الدقه وينجز في ميعاده اللي هو اقل من مواعيد اللي كانت مقرره بتلت المده، ده انجاز بالنسبه للمهندسين. انا كمهندس لما اعرف ان انا عاوز اشيل 258 مليون متر مكعب حفر في سنة، يعني مفيش أجازات، مفيش عطلات، مفيش مشاكل، مفيش شغل في الدنيا كلها بيحدث بدون حدوث مشاكل متوقعة أو فترات احتياطية أو طوارئ لتلافيها أو معالجتها، مفيش عمل بينجز في إحنا الأعمال اللي بتنجز في معادها الأصل هو 3 سنين بنعتبرها ده إنجاز ما بعده إنجاز. فما بال حضرتك إن الاتشيفمنت أو الإنجاز يتم تنفيذه في سنة، في سنة كانت فيها القناة زي ما هي شغالة، ده يعتبر إنجاز. الحاجة التانية إن حضرتك بتشتغل في ظل ظروف حضرتك عارفها والسادة المشاهدين عارفينها، إرهاب وقصص
طويلة عريضة من محاربة الدولة. فأنت اشتغلت في ظل ظروف صعبة جدا. احنا كمصر طبعا موجودين في وسط منطقة ملتهبة زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين عارفين، حوالينا أوضاع سيئة، عندنا ظروف صعبة، عندنا حوادث إرهاب، وبرغم من كده هذا المشروع كان عنده كل المبررات ان هو يعطل، ان هو مدته تمد، لا انجز في ميعاده، ودي تعتبر في عرف التقاليد الهندسية انجاز. طيب زائد انا هكمل مع سيادتك عن توقيت اتخاذ القرار في هذا المشروع الضخم، ولكن اسمح لي انا معايا مداخله هاتفيه بينضم الينا مشاهدينا الكرام الاستاذ الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسيه والاقتصاديه. دكتور تحياتي اولا. اهلا وسهلا دكتور. دكتور انا بسمع سيادتك بصعوبه شديده، ولكن 90% من حجم التجاره العالميه بينقل بحرا، قناه السويس الجديده من المفترض ان تضاعف هذا الرقم او تسهم بشكل كبير جدا في مضاعفه حجم التجاره العالميه المنقوله بحرا. انا عايز تفاصيل من سيادتك حول هذه النقطه وكمان على المشروعات المتوقعه من هذا المشروع الضخم. الحقيقه عندنا مدينه للصناعات الغذائيه، ترسانه بحريه، مدينه صناعيه للسيارات والمعدات، وانشاء وادي التكنولوجيا وغيرها من المشروعات المطروحة يبدأ فيها العمل فورا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة. من حيث المبدأ معروف دائما ان التكاليف النقل بالنسبة للنقل النهري او البحري من ارخص التكاليف على مستوى العالم. تمام. وعشان كده زي ما حضرتك بتقول العالم كله بيفضل هذا النوع من النقل لانه بيوفر له كتير وبيساعد حركة التجارة العالمية. هل قناة السويس محور اساسي في هذه المساله؟ لانه مش اقل من 16 ل 19% قناه السويس بتتحمل هذا الدور. هل القناه الجديده هتساهم؟ ايوه، ورئيس غرفه الملاحه الدوليه كان في مصر وقال من المتوقع ان مصر تساهم ب 3% سنويا وبشكل متدرج، تشتري زيت 3 و6 وهكذا كل العالم. وبالتالي انت عندك النهارده هنا هذا المشروع المحترم بيؤدي 3 خدمات، واحد على مستوى مصر، 2 على المستوى الاقليمي، 3 على المستوى الدولي والعالمي. ومن ثم لما نتكلم عن المشروعات اللي هتقام دي نظره محترمه. ليه؟ لان احنا طول عمرنا من ساعه ما انشات القناه 1869 كنا معتمدين على رسوم القناه، ودي اعلى رقم جه في تاريخ القناه كلها كان 5.3 مليار دولار. تمام. التفكير الصح قال لك طب وانا من لغايه امتى هفضل عايش على الثلاثه والاربعه والخمسه؟ انا عايز نقله حقيقيه. وعلشان كده مصر طرحت فكره انه طب ضفتي القناه ليه ما استفدش منهم؟ وبالفعل طرحت مناقصه عالميه، اتقدم 49 مشروع، 49 دولي، ابتدينا نغربل فيهم لغايه ما استقرينا على المكتب اللي عمل رسم للاقليم ومناطق فيه وحدد مناطق صناعيه ومناطق تجاريه ومناطق زراعيه ومناطق خدميه ومناطق لوجستيه ومناطق سياحيه، وبالتالي العالم كله هيجي يستثمر هنا. عشان كده متوقع باذن الله 2022 2023 ايرادات مصر من قناه السويس ومشروعاتها هيوصل من 80 ل 100 مليار دولار. نقله كبيره. انت عارف يعني احتياطاتنا كله دلوقتي احتياط البنك المركزي حاليا 20 مليار، ولازم نعرف ان في 3 منهم ودايع للسعوديه، و3 مليار ودايع اماراتيه، و3 مليار ودايع الكويت، و2 مليار وديعه لليبيا، ومليار كان قرض من تركيا. اذا بس دكتور سيادتك بتتكلم مش بس على قناه السويس كممر على المشروعات اللي هتتم على هذا على هذه القناه. بالظبط كده، انت مهم جدا. يعني بقول ايه؟ انا النهارده هاخد منك اخبار محترمه، لكن بجانب الاخبار انت بتعمل لي اهم بثلاث برامج اساسيه في قناه النيل، فازاي اغفل ده؟ فمهم قوي ان انا اضيف ده للقيمه، لان القيمة المضافة هتضيف لي ايه الاقتصادي هذا المشروع؟ هيضيف لي كل الكلام ده. بالاضافة مهم قوي كمان
الايدي العامله اللي هتتنفذ او هتشتغل نتيجه اقامه هذه المناطق. ومهم قوي زي ما مصر اشتغلت باحترافيه شديده في مساله اقامه قناه السويس، حتى في مؤتمر شرم الشيخ لما جبنا ناس محترفين نظموا المؤتمر، ايضا لابد ان شركه عالميه متخصصه تروج لهذه المناطق وهذه المشروعات اللي سوف تقام على ضفتي القناه، علشان اشوف قناه السويس دي جبل على جديد. طيب دكتور عشان الوقت، انا دكتور عشان الوقت، عفوا للمقاطعه، يعني كل الاوساط السياسيه العالميه بتقول مهم جدا زي ما حضرتك بتقول حفل افتتاح قناه السويس. ليه؟ لانه هيقدم مصر من الناحيه السياسيه مستقره. طب انعكاسات ده على الجوانب الاقتصاديه وعلى تدفق الاستثمارات مش بس في منطقه قناه السويس ولكن في كل ربع مصر. اولا المشروع دوت اثبت للعالم ان مصر دولة لديها مصداقية واحترام والتزام. قالت هبني في سنة واقامت في سنة، فده رسالة مهمة جدا لمستثمري العالم. مصر دولة محورية هامة قوية قادرة على الالتزام بكلماتها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الاحتفال ده بقدر ما هيبقى قوي جدا هتغطيه كل المحطات الفضائية على مستوى العالم. صحيح. ومن ثم عدد كبير من رجال الأعمال أصحاب شركات كل الكلام ده هيتابع الكلام ده، عشان كده بقول هيسهل مهمة الشركة اللي هتتولى عملية الترويج لهذا المشروع والمشروعات المختلفة اللي هتقام حول ضفتي القناة، هتساعده جدا في عملية الترويج. هو تلاقي المشروعات هي اللي بتسعى إلينا بدل ما احنا اللي كنا هنجري ونخبط البيبان. عشان كده بنقول لازم نعمل حفل محترم يليق بمصر، يليق بكرامة مصر، بينقل العالم كله لمصر دولة الشعب بتاعها ملتف حول القياده، ان الشعب مؤمن بقيادته بدليل ان هو اللي خطط وهو اللي نفذ وهو اللي مول وهو اللي بيحتفل. حتى الاحتفال من جيب المصريين، مش الدوله اللي هتساهم، من جيب المصريين من خلال فكره التبرع لتغذيه عمليه الحفله. والاهم منها ان البنوك قالت لرئيس هيئه قناه السويس نفذ الاحتفال بتاعك بكل الاشكال انت عايزها، ولو فرض جدلا ان المبالغ المجمعه اقل احنا كبنوك وطنيه هنساهم باي فروق نغطي كل هذه الفروق عشان يطلع احتفال يليق بمصر وبكرامه مصر. انا بشكرك جدا الاستاذ الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسيه والاقتصاديه، شكرا جزيلا. وبالمناسبه الفريق مهاب مميش كان له تصريحات اليوم حول حفل افتتاح قناه السويس او التكاليف المتعلقه بحفل الافتتاح، قال ان التبرعات لحفل الافتتاح من المصريين بعيدا عن البنوك او اي جهات رسميه وصل لثلاث اضعاف المبلغ المقرر. هي دي إرادة المصريين في المشروعات القومية، لأن حفل الافتتاح جزء أساسي من هذا المشروع الضخم. برجع مع حضراتكم لضيفي في الاستوديو مشاهدينا الكرام، سيد المهندس عبد الكريم آدم، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين. برحب بستك مجددا. احنا قبل المداخلة كنا بنتكلم حوالين توقيت اتخاذ القرار في هذا المشروع الضخم والتحديات اللي كانت بتقابل مصر من دول المنطقة بشكل كبير ودول العالم، واللي خلت مصر تبتدي فورا في هذا المشروع الضخم. أولا أنا قبل ما أرد على السؤال ده كنت عاوز أعلق على رد دكتور رشاد، أن فعلا العائد بتاع مشروع قناة السويس وتنمية محور قناة السويس ده فعلا عائد كبير، يعني طبقا لما أعلن أن إيرادات قناة السويس نفسها هترتفع من 5 مليار و3 من عشرة اللي هو الإيراد الحالي بتاع السنة اللي احنا فيها إلى حوالي 13 مليار، لكن هذا زائد الإيرادات الكبيرة اللي هتحدث بعد تطوير المحور زي ما دكتور رشاد شرح. بس ستك هنا بتتكلم على قناة السويس كممر للملاحة الدولية فقط. زائد ان في عائدات كبيرة طبعا هنتكلم عليها، الإقليم بتاع أو محور قناة السويس، لكن هذه العائدات كلها لازم الناس وسادة المشاهدين يبقوا عارفين ان هذه العائدات لن تكون غدا او لن تكون العام القادم. دي على مر احنا بنقول ان من 5 سنين الى 7 سنين هنصل الى الماكسيمم من هذه الايرادات بعد تنفيذ كامل المشروعات المتعلقة بجانب القناة، حتى ايراد القناة نفسه هيعلو تدريجيا. فده عشان يبقى واضح يعني. اما بالنسبة لسؤال حضرتك اللي هو التحديات واتخاذ القرار، أنا عاوز أقول لحضرتك إن في مجموعة من المشاريع كانت بتقام من ضمنها مشروع دولة إسرائيل عاوزة تعمل خط سكة حديد، أو مش عاوزة تعمل، هي في 2013 لما اتضح المشاكل اللي كانت موجودة في مصر أيامها من 2011 ل 2013
هم استغلوا هذا الوضع واعتبروا ان هم لازم يعملوا او يستفيدوا بالوضع الحالي في مصر، فقرروا يعملوا خط سكة حديد من تل أبيب اللي هي تقع على البحر المتوسط الى ميناء إيلات اللي على البحر الأحمر. خط سكة حديد طوله 350 كيلومتر، وهذا الخط تم التعاقد عليه 2013 هينجز وهينتهي في 2017. طبعا المزمع كان ان خطوط الملاحة اللي هي ممكن تعطل في القناة تجد بديل ليها، ان يبقى في ميناء شحن اللي هو إيلات اللي على البحر الأبيض، ثم ينتقل هذا الأمر، ثم تنتقل البضاعة إلى ميناء من تل أبيب على البحر المتوسط إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. وكان هذا المشروع مزمع أنه يخلص في 2017. ده كان أحد المنافسين الضعاف لقناة السويس نظرا للظروف اللي كانت فيها مصر والاضطرابات وأحداث ثورة يناير وأحداث ثورة 30/6. وكان ساعتها الوضع قبل 30/6 كان الوضع مرتبك زي ما حضرتك عارف وزي ما السادة المشاهدين عارفين، فكان بيخشى ان الممر ممكن يتقفل في اي وقت. طبعا نظرا لحسن الاداره في هيئه قناه السويس ولدور القوات المسلحه العظيم في حمايه منطقه قناه السويس وحمايه الوطن، الحمد لله عبرنا هذين العامين اللي هو 2011 و12 و13. بالمناسبة هو المكان الوحيد في مصر الذي لم يتأثر بكل الأحداث. بالضبط. كانت الأمور بتسير في القناة على ما يرام وكأنها بعيدة تماما عن منطقة الأحداث بكل الطرق. الإيراد طبعا انخفض نتيجة تخوف الشركات، وده طبيعي وعادي نتيجة تخوف الشركات ان دي منطقة نزاعات ومنطقة مشاكل، وكانوا يعني ياخدوا رأس رجاء الصالح أو بضاعتهم تنقل بطريقة أو بأخرى. انما الممر لم يتاثر، بس كان في توقعات لدى الموجودين في المنطقه. فكان اتخاذ القرار والاسراع فيه ده قرار عظيم ووطني وله ابعاد ورؤيه. انت القناه الممر بتاعك انت بتطوره حاليا، التطوير اللي تم في قناه السويس تطوير يسمح لسفن الجيل السادس الرابع. العمق بتاع القناة حاليا يسمح لمرور الجيل الرابع، حضرتك طورته بما يسمح للجيل السادس. لا احنا عايزين نفهم مع سيادتك يا فندم، اتفضل. ايه الفرق بين سفن الجيل الرابع وسفن الجيل السادس؟ سفن الجيل الرابع حاليا اللي هي اعمقها اللي هي الحمولات الكبيرة، سواء اللي كام تقريبا يعني بتبقى 100,000 طن، 240,000 طن و250,000 طن. ده الجيل الرابع. ده الجيل الرابع. دي اعمقها بيتطلب ان يبقى عندك غاطس يتحمل مرور سفينه بغاطس 66 قدم اللي هو العمق. يعني تقريبا قد ايه 66 قدم؟ يعني تقريبا حوالي 20 متر. 20 متر حضرتك. عمق القناه عندك اللي انت عمقته في المشروع الاخير ده وهنشرح كمياته ده 24 متر. طب هو احنا كنا كام قبل مشروع التعميق؟ قبل مشروع التعميق احنا القطاع المائي بتاع قناه السويس تطور اصلا. اول لما انشات القناه كان القطاع المائي كله مسطحه 300 متر مربع. القطاع المائي سنه 56 وصل 1200 متر مربع. سيادتك بتتكلم على القطاع المائي مسطح اللي هو عرض القناه ولا المسطح المائي للطول؟ يعني ببساطه عشان نبسط الامر على الساده المشاهدين، نعتبر ان عندنا مستطيل لطول وعرض. طيب انا ممكن ابسطها مع سيادتك عشان احنا نقدر نفهمها. اتفضل. العمق بتاع القناه كان مع بداية الافتتاح كام، وتدرج لحد قبل المشروع لكام، وبعد المشروع بقى كام؟ قبل مشروع قناة السويس عمق القناة كان لا يزيد عن 18 متر. تمام. حاليا وصل لعمق 24 متر بعد أعمال التكليف والتوسعة والتعميق. على فكرة هيئة قناة السويس، هيئة قناة السويس منذ أن تقلد المصريون بعد 56 عندها كركات خاصة بها، وأعمال التكريك لم تتوقف عن القناة بعد افتتاحها في 75 باستمرار في تطوير تعميق. هو بالذات تعميق لديها كركات، ودايما بتعمق في المجرى، لأن المجرى الرمال السافية اللي في الأعماق نتيجة حركة السفن بين البحرين بيترصف فيه رمال، وكان لازم دايما يحصل فيه تعميق. طيب سيادتك قلت لي ان سفن الجيل الرابع حمولتها تقريبا اقصى حموله 250 الف طن تقريبا بعمق حوالي 66 قدم. 66 قدم اللي هم كم متر؟ اللي هم حوالي 19 متر. طيب سفن الجيل الخامس والسادس الحمولات والاعماق؟ لا لسه احنا الجيل السادس اللي هو الماكسيمم بتاعه 66000 متر. 66 قدم. انا اسف. في فعلا في الملاحه الدوليه سفن جيل سادس موجوده؟ كل ما بيحصل تطوير في بناء السفن واحجامها، سفن البترول بالذات والحاويات،
كل فترة بيحصل زي كل حاجة بتحصل وقت التطور بيسموه الجيل بتاع السفن اللي هو أعماقه وحجامه بتبقى ليميت معين. لكن أقصى حاجة دلوقتي موجودة هي سفن الجيل الرابع. الرابع. السادس هو اللي هيوصل 66. أنا آسف يعني يمكن اختلط علي الأمر لما أقول لحضرتك. السادس هو اللي هيوصل 66. حاليا الحمولات وصلت 240 ألف طن و245 ألف طن و250 ألف طن. من المتوقع في تطور صناعة السفن زي كل الصناعات ما بتتطور دلوقتي إن الجيل السادس ممكن ده يبقى مثلا بعد سنة أو بعد سنتين. انت كده تبقى جاهز للتطور اللي بيحدث في العالم عشان المجرى بتاعك يبقى دايما مجرى مواكب لسفن التجارة العالمية وتستقبل عدد اكبر من السفن مما كنت تستقبله. يعني قبل مشروع التطوير اللي كان طبقا لبيانات قناة السويس 47 سفينة 49 سفينة يومي، المتوقع حاليا حضرتك 97 سفينة يومي. الكلام ده عدد فقط، أنواع السفن وأحجامها وأوزانها هيزيد مع اللي حضرتك بتعمله. طيب احنا معنا مداخلة، تسمح لي عفوا المقاطعة. فضل في نفس الإطار بينضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتور محمد علي إبراهيم خبير النقل الدولي واللوجستي. دكتور تحياتي أولا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أكيد سيادتك كنت متواصل معنا بعض الوقت بنتكلم حوالين عملية التقنيات المتعلقة بسفن الجيل الرابع والتطوير اللي تم في قناة السويس الجديدة وأيضا قناة السويس القديمة فيما يتعلق بأنها تكون ملائمة لكل أنواع السفن الأحجام الضخمة والغاطس العميق وما إلى ذلك. تقول لنا يا فندم إيه الفرق اللي تم حاليا وما كانت عليه قبل عملية التطوير وقبل افتتاح قناة السويس الجديدة؟ هو الحقيقة أن احنا القناة حاليا تستطيع أنها تستقبل كل سفن الحاويات المتاحة في العالم، والنهاردة سفن الحاويات وصلت ل 24 ألف حاوية. ده معناه أنها بقت ضخمة جدا وعملاقة، لأن كل السفن دلوقتي بتقوم على فكرة اقتصاديات الحجم. وبالتالي عمالين يعظموا في حجم السفينة لتقليل تكلفة النقل. وده الحقيقة القناة الجديدة تواكبت مع هذا الكلام، بقى في الغاطس يصل 66 قدم. وفي نفس الوقت قللت فترة انتظار السفن، بدل ما كانت بتقف من 8 ساعات 11 ساعه اصبحت تقف ممكن فتره الانتظار 3 ساعات فقط، وبالتالي اختصرنا زمن الانتظار وسمحنا للنوعيات الكبرى من السفن حتى سفن الصب بكافه انواعها حتى 95% منها يمكن استقباله في القناه الجديده. ايضا سفن التانكر اللي هي نقلات البترول ونقلات الغاز نستطيع نستقبل منها حتى 65% تقريبا. اما باقي نوعات سفن تستطيع القناه الجديده استيعابها بكاملها. وبالتالي في تطور نوعي هائل في استيعاب النوعيات المختلفه من السفن، ومعظمها يمكن استيعابه في القناه بالكامل. طيب يا فندم احنا برضو بنتكلم حوالين فكرة ان النقل البحري هو ارخص انواع النقل على مستوى العالم، وبالتالي في اقبال كبير جدا من كل دول العالم على التجارة عبر النقل البحري. في تقديرك انت اللي هتساهم به قناة السويس الجديدة بالنسبة للتجارة العالمية، او بمعنى ادق الشركات العالمية الكبيرة والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة والدول الكبرى اللي لها حجم تجارة كبيرة جدا من ناحية البحر بيشوفوا هذا المشروع ازاي على أرض الواقع؟ هو الحقيقة شايفين انه ده توسيع لشرائح التجارة العالمية. انت عملت حقيقة توسع في التجارة العالمية، ان بدل ما كان قناة السويس نصيبها 10% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، النظام الجديد الموجود في القناة بيسمح بمرور السفن بطريقة أسرع، وبالتالي فترات الانتظار بتقل مما يمكن من استيعاب تجارة أكبر، وبالتالي في وقت أقل بتمر من القناة. ده معناه بنرخص تكلفة النوالين ورسوم العبور، وده بينعكس إيجابا على قيمة السلع في الأسواق النهائية، فبتفتح أسواق جديدة للتجارة، وبالتالي خطوط الملاحة سوف تفضلوا عن اماكن اخرى من العالم. بمعنى ان خطوط الملاحه العالميه تستطيع ان تعتبر القناه اكثر تنافسيه من غيرها. يعني النهارده كان في عندك منافسه من عده اتجاهات، القناه الحديثه اللي تمت اخيرا تستطيع انها تعزز مكان قناه السويس التنافسيه. طيب دكتور، يعني اكيد سيادتك متابع
من المقرر فور افتتاح قناة السويس الجديدة البدء في مشروعات عملاقة لتعظيم القيمة الاقتصادية والاستثمارية لهذا المشروع الضخم. وانا عارف ان سيادتك ليك رؤيه او دراسات متعلقه بالتفريعه الجديده المتعلقه ببورسعيد، تقول لنا ما هو المتوقع بالنسبه للمشروعات الاقتصاديه وايضا بالنسبه للتفريعه الجديده؟ هو الحقيقه القناه الجديده جاءت في موعدها مع مشروع تطوير منطقه قناه السويس، لانه القناه الجديده من شانها انها تعزز مكانه تطوير منطقه قناه السويس، بمعنى ان قناه المنطقه الجديده او من تطوير منطقه قناه السويس معناه انه هيخلق طلب على المواد الاوليه اللي هتتم التصنيع فيها في منطقه قناه السويس، وايضا المنتج النهائي اللي هيتم انتاجه في هذه المنطقه هيتم تصديره عبر قناه السويس. يعني بمعنى اخر ان في طلب مشتق على القناه. القناه بساعتها الحاليه كان يمكن ان تعجز عن نقل هذه الكميات، وبالتالي فان ممكن اعتبار مشروعين متكاملين. دي نقطه اوليه. النقطة الثانية ان منطقة شرق بورسعيد سوف تكون مجالا للمراكز كمركز لوجستي عالمي ومركز صناعي عالمي في نفس الوقت، بمعنى هيكون هناك صناعات للتجميع، ايضا صناعات للقيمة المضافة، ايضا هيكون في مراكز للبتروكيميكالز، مراكز للصناعات الملابس الجاهزة وغيرها. فاذا هي نهضة صناعية متكاملة، وبالتالي فممكن تشغل عدد كبير من العمالة وفي نفس الوقت تبقى مصدر للدخل الاجنبي. طيب دكتور، نقطة أخيرة من وجهة نظر سيادتك، العالم بيشوفنا إزاي من الناحية السياسية بعد هذا المشروع الضخم أو التزامنا قدام العالم بهذا المشروع في هذا التوقيت؟ ده أنا في رأيي إنه نموذج رائع اللي ضربناه في الفترة الأخيرة، إن في إرادة سياسية قوية تستطيع أن تفرض كلمتها وتنفذ هذا الكلام من خلال استخدام تقنيات إدارية حديثة. يعني احنا نموذج للإدارة والإرادة، وفي نفس الوقت بالرغم من كل التهديدات اللي كانت موجودة في المنطقة وبالرغم من كل المشاغبات اللي كانت موجودة في الداخل، استطعنا أن نوفي بالعهد ونحقق المشروع في توقيته. أنا بشكرك جدا الدكتور محمد علي إبراهيم، خبير النقل الدولي واللوجستي، شكرا جزيلا. بنتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، زي ما بنقول مع حضراتكم فور افتتاح قناة السويس الجديدة الحلم المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يعلن عن مجموعة من المشروعات العملاقة، سواء المتعلقة بتنمية محور قناة السويس أو متعلقة بالشأن المصري عموما، نظرا لانعكاسات هذا المشروع الضخم على الداخل والخارج. الحقيقة نقابة المهندسين المصريين برضو حاولت أنها تكون موجودة ضمن كل المؤسسات الوطنية اللي بتشتغل في هذا الأمر. ضفنا في الاستوديو الحقيقة قال لنا أن نقابة المهندسين عاملة مسابقة، الحقيقة شعبة الهندسة المعمارية بتعمل مسابقة كبيرة، من المقرر النظر في كل المشروعات المتعلقة بهذه المسابقة غدا بإذن الله، وهتقدم النتيجة النهائية للتصورات الهندسية لكل هذه المشروعات لكل المسؤولين عن تنمية منطقة قناة السويس، علشان هي كمان تكون موجودة ضمن كل المؤسسات الوطنية اللي بتشتغل في هذا الأمر، انطلاقا من الحلم المصري قناة السويس اللي بيتم يا باشمهندس. طبعا نقابة المهندسين مجلس النقابة بيعتبر وبيفعل المادة في القانون ان النقابة هي الاستشاري الأول للدولة، ونقوم بهذا العمل بوازع وطني ووازع مهني ووازع فني. نقابة المهندسين إيمانا منها بدورها اللي هي بتلعبه في أكثر من مجال عملته قبل كده، لما تم اختيار نقابة المهندسين إنها تقوم بتشكيل لجنة لبحث مشكلة انقطاع التيار الكهربي في المبنى اللي احنا قاعدين فيه في ماسبيرو. صحيح. بالمناسبة اللجنة عملت ايه؟ شغالة يا فندم. يعني شغالة ولا قدمت تصورات ولا ايه؟ لا شغالة طبعا يا فندم، مش تصورات، ان اللجنة لجنة فنية على أعلى مستوى تم تشكيلها زي أي لجنة احنا بنشكلها في النقابة، وبتقوم. أنا النهاردة كان في اجتماع اللجنة،
يعني انا ما بحضروش طبعا لان انا مش عضو في اللجنه، بس عارف الفعاليات اللي شغاله. طيب نكمل. وهيتم تقديم توصيات للسيد رئيس الوزراء ولاجهزه الدوله عن المشكله وحلها والرؤى الفنيه ليها. صحيح. نقابه المهندسين قبل كده كان في عندنا مشكله في هرم زوسر يمكن سيادتك تعرفها، وتم تشكيل لجنه اختياريه من النقابه. سياده النقيب امر بتشكيل لجنه لما لقى المشكله متفاقمه والمجتمع بيتكلم فيها. شكلت اللجنه النائب العام، سياده النائب العام الله يرحمه اعتبر ان هذه اللجنه قراراتها قرارات خلى اعضاء اللجنه راحوا حلفوا اليمين فيها، واعتبر ان تقريرها هو ده تقرير نهائي يعتد به في القضاء او فيما يتعلق بهذا الشان. طب نرجع لموضوعنا عشان نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوعنا. ايمان من النقابه بدورها ان اي عمل وطني او اي عمل فني او هندسي في مسابقه عملتها شعبه الهندسه، زملائنا في شعبه الهندسه المعماريه عملوا مسابقه عن التصور المعماري للشكل بتاع منطقه اقليم قناه السويس، الشكل السكني برؤى جديده من الشباب. عملوا قسموا الاقليم او المحاور بتاعه المناطق اللي تعيش بها الناس، عملوا اكثر من اقليم، خمس اقاليم، وطرحوا تصورات للمهندسين الشباب والمهندسين ذوي الخبره. وهتعمل مسابقه معماريه، هيتم تشكيل تم تشكيل لجنه على مستوى عالي هتحكم في هذه المشاريع وهذه الرؤى بافكار جديده، وسيتم تقديم هذه الافكار وهذه الرؤى للدوله، لاجهزه الدوله للاستعانه بها والاستفاده بها. نقابه المهندسين ده دورها، لان اللي هي بتشرف عليهم او العمل النقابه اصلا فيها 620 الف مهندس تقريبا من كافه التخصصات، وبتقوم بدورها في هذا المجال على شكل وعلى رؤى وطنيه وفنيه وهندسيه، وبتقدم التوصيات نفسنا ان احنا الاستشاري الاول للدوله والذراع المساند للدولة في أي مشروع وطني أو قومي يخص مصر. طيب يا باشمهندس، الحقيقة يعني كل اللي راح منطقة قناة السويس، أنا شخصيا كنت واحد من الناس اللي راح وشافوا المنطقة وهي مجرد رمل وخط مرسوم كده بس، وبداية الكراكاتا ما كانت بتشتغل، ويشوف اللي تم في هذا المشروع الآن. الحقيقة يشوف مش بس كلام بنقوله في الإعلام، يشوف عظمة المصريين لما يكون قدامهم تحدي حقيقي. بالظبط. في تقديرك أنت وأنت راجل مهندس، ازاي ممكن نكرر هذه المشروعات العملاقة؟ يعني احنا ليه ما يكونش عندنا كل سنة حاجة بالشكل ده؟ احنا محتاجين ايه طالما قدرنا ننجح في حاجة من الحاجات بخبرة مصرية بمهندسين مصريين بفلوس مصريين؟ يعني ممكن في تقديرك انت احنا محتاجين ايه عشان نكرر كل هذه النجاحات ويكون عندنا فعلا رؤية حقيقية لما نقول عندنا مشروع قومي ننجح ونحقق هذا المشروع في سنة مش سنوات؟ انا هقول لحضرتك، مشروع قناة السويس ده أعطى طاقة أمل وطاقة إيجابية في المجتمع نتيجة تنفيذه. أولا ثقة المصريين في أن هذا المشروع سيتم إنجازه بعد أن اتفتح باب شهادات الاستثمار. الحاجة الثانية، العمال والمهندسين واللي أداروا هذا المشروع استطاعوا بنجاح تنفيذ هذا، ده هيعكس روح إيجابية شديدة جدا في المجتمع، هتشوفها سيادتك في الفترة الجاية. ثقة في قدرة المصريين على إنجاز الأعمال وعلى أن هم المشروعات القومية أو غير القومية هتبقى فيه روح إيجابية وطاقة أمل كبيرة جدا في المجتمع. مشروع محور تنمية قناة السويس ده اللي عاوزين نتكلم عليه واللي مطلوب أن احنا ننجز فيه اللي حضرتك قلته. ده مشروع بقى، ده غير مشروع إنشاء القناة الجديدة. أنت عند حضرتك مشروع ضخم جدا 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 في تنمية محور قناة السويس. احنا طبعا كنقابة كان لينا وجهة نظر في هذا الامر، وان شاء الله اعتقد انها تنفذ، ان احنا زي ما قلت حضرتك بامكانياتنا بدورنا بالتعاون مع كافة التخصصات شايفين ان هذا المشروع يجب ان تتم عليه اللي هي المحاور بتاع تنفيذ المشروع. حوار مجتمعي بين المتخصصين للوصول لاقصى درجة ممكنة من الاستفادة القصوى واحسن سبل للتنفيذ. هذا الحوار اللي قادر عليه الوحيد هو نقابه المهندسين لما تتمتع به من تخصصات كتيره. طبعا بالاشتراك مع اجهزه الدوله يتعمل حوار مجتمعي من المتخصصين، نطلع بتعديل او تطوير للرؤى اللي موجوده، لان المشروع ده يتضمن عمل ضخم جدا. في عند حضرتك المفترض ان في ست موانئ هيتم تطويرهم والاستفاده منهم في اعمال كثيره جدا. في ثلاث موانئ في الشمال، ميناء بورسعيد،
شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، وفي ثلاث مواني في الجنوب، ميناء السويس، ميناء السخنة، ميناء الطور. انت حضرتك عندك منطقة خدمات لوجستية، ده انت عندك موقع مذهل اللي هو شرق بورسعيد، ويجب ان يتم استخدامه في الخدمات اللوجستية. الخدمات اللوجستية دي، اللوجستية انا اسف، صناعة كبيرة جدا تحتاج عمالة ورؤوس اموال وفرص عمل. في عندك تطوير اقليم المحور اللي هو الشرقي اللي هو ناحية سيناء، عندك مناطق تجمعات صناعية، وعندك أنواع مختلفة من الصناعات يجب أن تنشأ في هذه المنطقة بعد هذا التطوير الضخم اللي قمت به. الروح دي اللي حضرتك بتسأل عنها، أن إمكانياتنا نحن ننفذ عمل، إحنا عندنا العديد من المشروعات التي يجب أن تعتبر مشروعات قومية، ويجب أن نسير فيها بمثل هذه الإرادة ومثل هذا القرار وبمثل هذه الروح بإذن الله. وحاليا المجتمع جاهز لتنفيذ مثل هذه الأمور بالروح دي. ما أنت قدمت قدمت حاجة للناس. لا أثبت صحيح قدام العالم كمان، طبعا قدام العالم كله، يعني مصر. يعني احنا الحقيقة لازم نفخر بهذا الإنجاز العظيم الحقيقة بمصر وبولاد مصر. طبعا. طبعا انا بشكرك جدا، شرفتنا السيد المهندس عبد الكريم آدم، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين. شكرا جزيلا، بشكرك جدا على كل هذه المعلومات القيمة والحوار الجيد. شكرا جزيلا. العفو، فينا بشكرك جدا. انتم مشاهدينا الكرام، لكم منا كل التقدير، وحتى نلتقي في حوار جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.